كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فمن معاني التوبة أن تتوب من الذنب من قريب لا من بعيد، لا بعد الذنب بأمد بعيد، عندئذ يقسو القلب. ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله عز وجل إلا غفر الله له. فالإنسان إذا استمرأ الذنب يصعب عليه أن يتوب منه، أما لمجرد أنه وقع في الذنب عاد إلى الله تائبا وصلى صلاة التوبة. هذه صلاة التوبة، أن تصلي ركعتين. ومن المستحسن أن تقرأ فيهما والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. يعني هناك الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل على كل مسلم في اليوم والليلة، وهناك الصلوات لأسباب خاصة. فمن هذه الصلوات لأسباب خاصة صلاة التوبة وصلاة الحاجة. فعن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن أعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يكشف لي عن بصري. فقال: أو أدعك؟ قال: يا رسول الله، إنه قد يشق علي ذهاب بصري. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحمله على الصبر، لكنه أراد أن يشفيه الله من هذا المرض. فقال: يا رسول الله، إنه قد يشق علي ذهاب بصري. قال: فانطلق وتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بالنبي محمد النبي الرحمة، يا محمد أتوجه إلى ربي بك أن يكشف لي عن بصري، اللهم شفعه فيه وشفعني في نفسي. فرجع وقد كشف بصره. أيها الإخوة، نستفيد من هذا الحديث أن الإنسان كثيرا ما يواجه بعض الصعوبات، وربنا سبحانه وتعالى لحكمة بالغة يضع الإنسان في مواقف صعبة. من أجل ماذا؟ من أجل أن تزداد معرفته بالله، ومن أجل أن تزداد محبته له. فكل شدة وراءها شدة، وكل محنة وراءها منحة، وكل ضيق وراءه فرج. فما من مصيبة تصيب المؤمن إلا وتشده إلى الله عز وجل، إلا ويزداد معرفة به، معرفة به وحبا له. فمن أراد أن يكشف الله عنه ما به فعليه بصلاة الحاجة. وأنت بقدر ما تثق بأن الله فعال لما يريد، من أحيان بعض الإخوة الكرام يذكرون من تجاربهم مع الله عز وجل، يعني في ضائقة، في مشكلة، في ورطة، في شبح مصيبة، يتوجه إلى الله من أعماق أعماقه ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصه، وهو يعلم أن الله بيده كل شيء وعلى كل شيء قدير. الشيء الذي لا يصدق أن هؤلاء الأشخاص يستجيب الله لهم استجابة قد لا يصدقونها. الله بيده كل شيء، هو الفعال، هو القوي. فحبذا لو أن المؤمن يتعامل مع الله بهذا الإخلاص وهذا اليقين. يعني في أمراض عضالة لا شفاء لها، إذا اعتقدت اعتقادا جازما أن الله من قدرته أن يشفيك
والله عز وجل لا يخيب رجاء من رجاء. معنى ذلك أنك إذا توجهت إلى الله عز وجل ودعوته أنت أقوى الناس، أقوى الأقوياء بيد الله، أقوى الأقوياء يعني كن فيكون زل فيزول. فإذا كنت أنت مع الله فأنت مع أقوى الأقوياء. مرة ثانية أيها الإخوة، عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن أعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يكشف لي عن بصري. قال: أو أدعك، يعني أدعك هكذا واصبر. قال: يا رسول الله إنه قد يشق علي ذهاب بصري. قال: فانطلق وتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بالنبي محمد النبي الرحمة، يا محمد أتوجه إلى ربي بك أن يكشف لي عن بصري، اللهم شفعه فيه وشفعني في نفسي. فرجع وقد كشف الله عن بصره. رواه الترمذي والنسائي والحاكم، وفي رواية: أمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يدعو بهذا الدعاء ولم يذكر الصلاة. أخرجه في الدعوات. لذلك نحن نرجو الله سبحانه وتعالى أن كل مؤمن كلما وقع بمشكلة عنده صلاة الحاجة توضأ وصلي ركعتين وادعو الله في السجود أن يكشف الله عنك ما ألم بك. أنت بهذا أقوى الأقوياء. هناك مرضى يعانون من أمراض عضالة وقد شفوا بصلاة الحاجة. هناك ورطات كبيرة جدا تحيط المؤمن أحيانا، بهذه الصلاة ينقذه الله منها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 12 ركعة تصليهن من ليل ونهار وتتشهد بين كل ركعتين، فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثني على الله عز وجل وصل على النبي صلى الله عليه وسلم واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات ثم قل: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، ثم سل حاجتك، ثم ارفع رأسك، ثم سلم يمينا وشمالا فإنهم يدعون. نعم، ثم سلم يمينا وشمالا. رواه الحاكم. هذا حديث آخر لصلاة الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حجبه أمر اشتد عليه أمر بادر إلى الصلاة، كان إذا حجبه أمر بادر إلى الصلاة، يعني بالتعبير الدارج ما في إلا الله وبيده كل شيء، وهو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو الذي يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يعني ما أمرك أن تدعوه إلا ليستجيب لك، ما أمرك أن تدعوه إلا ليستجيب لك. بقدر إخلاصك في الدعاء يستجاب لك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية، آية الدعاء، يستنبط منها أنك إذا آمنت أن الله موجود وأنه قريب منك واستجبت لدعوته فاستقمت على أمر الله ثم دعوته، فالله سبحانه وتعالى يستجيب لك. والمؤمن من صفاته أنه مستجاب الدعوة. ويا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أطب مطعمك يعني استقم
في كسب المال. إن كسبت المال الحلال عن طريق الصدق وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الاحتيال، إن كسبت المال الحلال واشتريت به طعاما بهذا المال وأكلته كان طعامك طيبا، أصب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. إلا أن الذين يعتدون على الناس هؤلاء لا يستجيب الله دعاءهم لأنه لا يحبهم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدي. يعني ثلاث صفات للدعاء: تضرعا وخفية. الداعي يجب أن يكون متذللا لله عز وجل، ويجب أن يدعو الله عز وجل في سره لا بصوت جهوري، وينبغي أن يكون مستقيما، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجيب دعاء المنحرفين. صلاة التوبة وصلاة الحاجة، يعني بشكل مختصر ركعتان، وفي السجود ادعو الله عز وجل بما شئت، واستعن بالله عز وجل وتوسل إليه وابتغي رضوانه، والله سبحانه وتعالى كفيل أن يغير ما